السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو له وقت قصير لأني لا نحاول نعدل فيه خلاصة لجميع الأحداث اللي تم تداولها وركاتيها في الساحة. أنا حسابي فيسبوك مقبول من أمس، وعلى ذاك الأساس هذا الموضوع ما كنت ندوره قاعد يقبل لي ياسر من الوقت، لأن هذه ما هي أول مرة نتكلم فيه. كان عادة الآن كل سنة نذكره به، وخاصة ذا اللي خلق مع ولدته، وله نحاول ان نعدل له خلاصة بالعجلة نتخطى شهر. مواضيع ثانية عاقب ذي يفوت يرجع الحساب، اياك ما نتمو بنفس المستنقع كل مرة. اولا اخبار ولدته ما هي طاري، انا لا حد اني ذكرت برواية خلقت ضارك عاد تحكم لها سنتين، وفي محامي رفع فيها قضية ذيك الفترة، وهي إساءة للجناب النبوي. ولين تشوفوا ذي العياط اللي قايم ضاك يقول لك عني نزلق ولد دو اني نقول القرص، القرص قالوا ولد دو عنها عادي وانه يقدر اقاش يقولها للرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الاحيان اذا ارادوا المبالغة في شهامة الانسان وشجاعته وقوته وشدة بطشه يقولون غرس عرب، وهذا ايضا يقولون حتى في الخيل يقولون مهرة خيل حتى لو كانت كبيرة. فهذا النوع إنما هو مما جرى على الألسنة، مثل ما ذكرنا أن بعض الشعراء يذكرون العشق والغرامة ونحو ذلك، فهو من العجرفة ومن سوء الأدب، لكن ليس إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هجاء. معناه أن الرقاج اليوم منفقع ويعتبر هذا كلام خاسر، يلا ينفقع لصنم ولدته ويقول له عنه يلا يصحح ذاك اللي صدر منه ذيك الساعة، وعنه هو حادث وعنه يخطئ ويصيب، ويلا يرجع ويعدل مراجعة على ذاك الكلام اللي قال ذيك الساعة عن هذا ما يلا ينقال للجناب النبوي، ويطالب بمعاقبة الناس اللي كانت في ذاك مجلس السوء اللي هو المنصور والمحم واللبي. هذه النقطة الأولى. هذا الموضوع كان لا يعود فيا غير خلقت فيه تطورات، وعاد لابد من اللي نعبر عن موقفي من اخر الاحداث في الساحه، وخاصة ذوك الايام حسابي مقفول. مشاو وحدين، مشاو شمل بشمرقه، وقدموا اعتذار للقارص ودده وبسمي، وجاوبت قلت عن هذو الناس انا ما يمثلوني وتوف، وانا ما هم نصرتي، وهذا ظهر لي مولانا ما يقدر حد يشوفني. كنت مولينا هنا وفهم ذا الموضوع هون، تميتينين يوم العيد، ذو هم صابحين اللي نمولي بروايه ثانيه. عنه راهو ددو وسمح لي وانه راهو كذا، كنت مالي لابد ان ننبه عني انا ولا ددو ما طلبت السماح وسماحه ما ندروا لا نعدل بش. هذا مولي ظهر لي مولانا عنه ما هو روايه كبار من قدها. الرقاج يرد على شيء من الامور يتعلق به هو، هذه كلها كانت عباره عن امور متجدده في نفس السياق. المهم عن الواقع حالا هو عن جميع المنافقين اللي فاتوا ندبزوا في المرات الماضية، وخاصة المنافقين اللي دافعوا عن جنرالات ويدافعوا عن تصفطاتي، وكل رقاش قطع الدر صفقة، والناس اللي من العمان كامل مسكرون اتحدوا كاملين وعادوا داخلين تحت غطاء نصرة ولددوا، وهذا ما هو حق هم. المهم عندهم اصلا لا يستراحوا من الدبيز وتوف، وهذا اللي تراعوا فيه ضركاتية في الساحة لين ينقلعوا منه المخابرات وينقلعوا منه الجواسيس وينقلعوا منه قوصات الجنرالات والمنافقين والمخبرين، وينقلعوا منه شاشرة نادي النخل وقوصات اللي ما هم فاهمين شي سوى شنو، والمتسلمين ما يبقى منهش. معناها انها ضجة مفتعلة وموجة اركب عليها هذا الخلق كامل، والهدف منها ان انتموا موحدين فيها، غير ذاك ما هو خالق. ثم اللي ما انفقع منها ولا انفقع للجناب النبوي يعود منافق ويعود ما عنده علاقة بالدين. هذه المسألة بعض اخترت بعض نديرها في سياقها لياك يوضح ياسر من الامور للناس. في مساله ثانيه، انا روايه كامله كتبتها على حسابي مع القلاح، ويامس كتبت تدوينه، وسبب نكتبها شفت واحدين يتكلموا عن وتر شاريها القيره، انا نقولوا القيره، انا نقولوا نفس الكلام اللي كتبت له على فيسبوك يامس، اللي قام هو متن خازوه وكذيبه وجهله وقال عني انا هو اللي حذفته. وهذه التدوينه كي شفتوا
احجبها في فيسبوك والحجة ذيك واضحة مكتوب عليها عنها بسبب بولين شي ما يعرفه قاع الموريتانيين شي قالوا التنمر لأني أنا قلت فيه أنه كيف وجه شي باني بوجع رانات متالف قدامه في زبلة يبوسها جاو حاج من هذاك الوقت وقبضت منها الصورة ودرتها على حسابي على تويتر بي اللي نعرف أنواعه هو عنهم لا يمشوا وشكون قلعوا وكذا أنا قالها علاش هو ذا اللي متخيل له نوع من السيد غريب قط شفته لقاش يخاف من المخبر يخاف من الجاسوس أنا ما خلعت من بطرونك اللي هو اللي يخلص لك ويعطيك الفضة المفسد مسقال ولا لو كانوا عندي فضايح ولا لو كانوا عندي ملفات هو مدير لم يعد فات وخاضهم ولا طاهم لك التونواعة تعودوا وخاضتهم أنا أنك أنت قاع ما جافتك زانة شادية قرع عايش بالنفاق وعايش بالمال الحرام وتنافق للناس الليل والنهار وتعطيهم الكارتات تشاك عن هذا الأيام ولا قاش رجع اللورة بالشهور لا يلاحوا عنك 2018 هذه تتبكي منقز من بنيطرة الموريتانية على خلية اسمها مهمة واصحابك هيك الساعة وبالمناسبة وقفنا معاكم ودعمناكم وتضامننا معاكم وكنت تقول عنك لا يهم اللي نوخو لك شي من تدويناتك هيك الساعة ياك تعرف الناس انك انت ما ينهدى لك وعن ام اللي رقاش السائل عن هذو الجواسيس اللي عادوا يحركوا الملايين ويشتروا الوتات وتفخروا بذاك على الفيسبوك بمثل الوقاحة وهم ما عندهم رواتب معلومة معناها ان اللي رقاش يعود كبش لنبيه وتولين بشعر الموسى ذبيحته خلاص لي هذا الفيديو صغير يلخص شي من ذاك الواقع اللي هيك الساعة أنك أخبارك اليوم من تعود شاري وتر تكلف الملايين وشاري واحدة ثانية قلت لك والله لا يشتريها لراسك أنت وتقسم الكارتات الليل والنهار هذا ضركات أيام صدروشن ودافع تحت الجنرالات ولا باقي مكتب ما تدخله وتبتز الناس ضعفاء العقول اللي مرش فيهم ذاك النوع من الروايات تعال قول الموريتانيين اللي فضل تشري بها الوتات وهاي اللي فضل تقسم أخبارها شنو أنت حد أنك شادية من دعاة الصحافة ياك ما نقوله صحابي انك تمانك صحابي لا بالقراية ولا بالممارسة قطت خط بناطرة الموريتانية انت نطالك تاخذ وتقراها وكنت بتز بها الناس يكساء واليوم اطرى لك انك عاد عندك طاقة ان قال لها مؤسسة اعلامية هاي طاقة ما بيقدر قال لها موريتان ما هي عنده صحابك اللي معاك فر ما فيهم ما احد ما عنده اوتوريزاسيون دايرها في كارطابل والمؤسسة ما هي خارج حيوط وعيلات فقرش يعود عنده بيت دار فيهم قاعد على أنها ما هي رواية تجيب الملايين بهذه السرعة وحد شاف الناس اللي دخلت قاعة الصحافة في موريتانيا سابقك انت واقع هذاك وشاف ذي الواحد انت فيه ذاك يعرف عنك ذي البعض ما هي زي من الصحافة ولا ذي قاعتي بيدي انت ما عندك أعمال صحولية وذا اللي يتم تداول لك من الصور يتم تداوله لا داخل عندي دارة لمن والله واخذ منها معناها انك شغلتك الحقيقية اللي قدر قاعد يستنبط من الصور اللي تنشر انت بيك زروقية عنك لا مخبر توف عنك معناها كون تو انواعك تعدلوا شي من الاعمال القذر ابتزاز الناس النميمة اسواقة والبحث عن الامور وتجيبوهم انتم وتوفوا تقبوا سوق يا غير هذا كامل الى زوال لان هذه المرحلة اللي احنا فيها مرحلة حاسمة وعاقب ضرك ذا كامل تم كشفه والمال الحرام الناس اللي تنفق بيه والناس اللي موقفة منه الديار والاعمال الركيكة هذا كاملين مصيرهم هو مصير جنرالات شراويط وبرجوازية المال الحرام موريتاني واحد أنا ذاك الاستحمار ما تلاقي قد صح والتهديد هم اللي يهدد الليلة قاعد عنده شيء قد يهدد به الناس يهددهم انه قد يحبسهم والله يهددهم انه قد يبطهم والله يهددهم انه قد يعدل لهم رواية وهذا كامل انت ما تحت يدك منه شيء انت مخلوق مولانا
حيطك مولانا بلطفه وزين فيك قبيل تدير قفل ماي وقنزر على بريقك وتم تدخل على مسقار ويلحسك وتدخل على بقرت السحاب سابو وتدخل على تماجر وكل بليدة تدخل تعدل شي من أعمالك أنت القادرة تقبض زمن وتمش المواجهة هي واجهة لا لقاج نظيف حق ما هو نظيف ما يقدر يواجه وهذا مل منه نظام الفضائح اللي تشتغل له واحد من خنافيسه ما بقات بليدة ما لودوا فيها ونوقتوا فتروا ما قدوا جبروا قضية أنا كمل طوطهم ليل ونهار سي ما شاف هو القصعة خلي مولانا عنه ما يجي فاقر وتوف إذا اخترت نقولوا شي من ضعفاء العقول جد عليهم شي من تعمار شدوق يديروا ذا القارع على الفيسبوك ما هي انت نقول لك القارع مولي أنا ندرك على اللي في خيلك تركبه على أن هذا لا شي من ألاعيب المخابرات وظهر لي مولانا عن كافينا هذا من الإلهاء نظرك أسبوعين الرئيس بارد جلو وعياله بارد جلها ولصوص الوزراء باردين جلودهم كم عدلوا من الصفقة صوروا لي كم لا يعودوا عدلوا من الصفقة وكم تمون كباط هذول الأيام اللي احنا قاعدين عنهم دبوس وواحدين في الددو ومشاوهم مباريتهم كاملة لياك يقلبوا بها الفتلة وياك يتموا مخلينا واحدين في الموضوع هذا الموضوع أنا ما هيتراجع له يا غير اخترتوا تو هذه النقاط نوضحها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.